أبواب السراوتين تهز جوائز التوني كلما حيني. فقلت غثبي يا ربي واقتفيت به ولست راديا حير الحلم والدين ولست أرجو ولا أعش سوى ملكي لأنه وجل يهنني وينجيني ولست أرجو ولا أعش سوى ملكي لأنه جل يهنيني وينجيني أني أفوض أهوالي لمن خجزوا أنها لأنفسهم حجز المساكين أو كيف يبعشني حب الحطام إلى جوار من دورهم روض الشياطين إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وتر دهوت ذا الحين قبل الراء والشين وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء يا تكويني إن شاء تاج الأمر كان ذا حجل أو شاء تجله يبطى إلى الحين يا من يلوم فلا تكسر وذغذلي إذ لست من فقدتي الدنيا بمعزوني إن كان هيبي يصود في خطوامهم فذاك حيب نفيس ليس يهزيني إن كان غيبي يصود في خطوامهم فذاك حيب نفيس ليس يهزيني ببركة الشيخ أحمد بامبا خادم رسول الله.